ويت. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحيحه حبابكم؟ اليوم العيد في المغرب، دوزتوا عيدكم؟ نتمنى نخلي لكم بالصحه والسلامه. هذا ثاني نهار حنايا صورنا لكم فيديو البارح، غادي نحطوا لكم، كنت غنحطوا نهار العيد حتى واحد ما غيتفرج فينا. حطوا ان شاء الله غدا. اليوم يعني شو تسداي؟ امتداي داديز بيرثدي. قال لكم اليوم عيد ميلاد ديال بابا. شنو قال هادو؟ It's a secret. هذا سر. What's the secret? You mean the secret when no one tells somebody. قال لك السر هو ما تقولتيش لواحد، يبقى غير بيناتنا انا وياه. قلنا نديرو It's a top secret. قلنا نديرو شي حاجة بسيطة. كنت باغا ندير واحد، كان عندي بلان وتبدل البلان. كان عندي بلان هو انني غنخليه تيمشي للخدمة وغادي يمشي عنده الخدمة انا ويانيس وندير الحلوى. ولكن اليوم السبت، عرفت انا في الخدمه ديالهم تيكون بيزي وداك الشيء، ما بغيتش نبرزط في الخدمه، قلت انا ندير شي حاجه في الدار. دابا راه انا خرجت للطوموبيل وخليته ناعس في الدار، ما فراسو ما يتعاود. غنمشيو نجيبو واحد حليوه، حنا ما تاكلوش حلوه ولكن غنديرو حليوه على قد الحال صغيره باش نطفيو الشميعه وصافي. وقال لك يعني سيدي مامي يو وانا باي جيفت فور دادي يس اور نو جيفت يا ودي وانا باي A new coffee. Oh, new. قال لك بغا يشري لي. A new sunflower. Oh, باش يشري لي الورد. A blue one. Blue؟ نقلبوا حنا على الفلاور. نقلبوا على الورد الازرق. وقال لك بغا يشري لي الكاب اوف كاف كاس القهوه، حيت عرفوا كيشربوا قهوه بزاف. المهم هادشي اللي بغا يانيس. انا نشوف شنو نشري. شي حاجه رمزيه صافي. يلا خليكم معايا نوريكم. نمشي دابا لوال مارت، من بعد نمشي للبيتس، من بعد نمشي للدولار ستور، وغنرجع نديرو غير شي فطور بيناتنا ما حدو باقي ناعس، وغادي نصور لكم رده الفعل ديالو. وفي الحقيقه هو اللي كيدير لي ديما، هو تيجيب لي الورود وداك الشيء. هاد المره قلت معليش الشيطان، معليش الشيطان يكون لي بحال العيالات. ننطلقوا. يلا خليكم معايا ديكون لوال مارت. We're wasting all the time. Yeah, we're wasting time. Okay, which color do you want? نشوفوا شنو الورد اللي غيشري يعني. I knew that I saw blue. This one? Well, وقال لك بغا الزرق. خاصنا أي وردة فيها هذا لاوي دابل. This is not good. Okay, let me see. Oh, that one. Yes. Oh, that one. Oh, هذا اللي غيبغي هو. The mini cat. Yes. Yeah, that one? No, I just want to see. What? Look at that one. This one's beautiful. That one? Yeah. Beautiful? Yeah. Okay. Maybe we can take one of those. Okay. Yeah, الله هك. صافي واختار. No, no, no. Put it here. It's beautiful. دابا ناخذ ديالي انا. هو واخده قال لك it's beautiful. نجي هنايا. كاين الوريدات الحمرين وداك الشيء وداك الشيء. زوينة الابيض. غزال. كاين هذا فيه الالوان. حقيقة عندي هذا الابيض. المهم انا نختار يا اما هذا هذا كله احمر. يلا ناخذ هذا صافي. واخديت شي فروت غنمشي دابا طايره حيت يمكن غيكون فاق. يا ربي ما يكونش فاق. اوكي قال لك يانيس بغى يشري كاب ديال القهوه، باقي ما شريناهش. غنمشيو نشريو الكيك. ليتس جو تو جيت كيك. اوكي يلا نمشي نشري كيك. اوكي خلاص دابا هذا السيكريت. خاصني نشارك معكم هذا. جيت نجري نسيت الشمعه. نسيت الشمعة ما شريتهاش، وجيت لواحد الحانوتة فين هو الشمع فين بقا يدور. جيت لواحد المحل هنايا حدانا، دخلت حدا المسخينات، واحد المحل حدانا غير حوينيتا صغيورة كيبان فيها بحال الغاز ستيشن داكشي. جيت كنجري نشوف واش فيها الشمعة، وخليت داكشي مالو وين، خليت الطبلة مقادة النص باقي النص، خاصني نرجع بلا ما نفيق باش ما يبقاش باش ما تحرقش ليا مفاجأة. أنا نقلب على الشمعة ونمشي. أنا اللي سخافت كان الهضرة، جيت نجري بالجرا غنمشي نسولهم فين بقا يدور. هاني شريتهم، غنعاود نكمل واحد الجرية. يعني سخريتو في الدار، يعني كيتفرج غادي نجري باش نلحق شتو المغامرات ديالي. إلا هزيت الطوموبيل غنتعطل، الضو الحمر سطاب دوري ديماري على رجليا. ما تعطلتش انت ما فين كنت سميتو ديتو، كنا بحال حانوت صغير حدا العمارات كتلقى فيه، واخا داكشي كيكون فيه غالي حيت هو ماشي سوبر مارشي ما والو، حانوت صغيره. المهم هادو كنشارك معكم ستيبس احداث قامت تنضاضري، الشمس سخونه غنضربها بواحد الجريه. يلا هلاو.
انا ساليت التحضيرات. هتشوفوا الاخ فايق، صباح الخير. Good morning. Yes, mommy. قال لك يانيس بغى يشري لك الزرقين، شويه يعجبو هذا. ويز يور فلاور يانيس؟ ويتش وان از يورس؟ ويتش وان؟ دعوة. دعوة؟ اوكي كيس ذات؟ ثانك يو. ياك تيا هو هذا؟ بيان سور. لو روج كي بوش؟ لازم ندير الموسيقى. سنا. اي باي ليس. اه. وات از ريموت؟ المهم هو الفطور. ماشي مشكل واخا تجاريت وعاود تعاود تجاريت. جاريت باش نجيبو مع الوقت. اه بلاد. جاريت باش نجيبو مع الوقت ولكن جبت داكشي لاصق. يلا جلست فطار. نقصو نفطرو. انا باقي ليا البيض نحطو هنايا. كيما قلت لكم ماما فواكه. وافلز. هيا تشيز. باقي البيض مسلوق غنحطو. او ديك الساعه نشارك معكم مفاجاه. كنت طافيه الضوء. المفاجاه الثانيه، المفاجاه الثالثه. كاينين ثلاثه المفاجات. شوفوا الورود. اي الله، الرجل الصغير والرجل الكبير كيفطروا. الرجل الكبير خاصو يجي على الهيا باش الميكرو شاعل ياك. الميكرو نشوف اسيدي واش عايش، ولكن هاد الكاميرا كتسمع. المهم شعل الميكرو باش تكون باش تسمعونا مزيان. باش تسمعونا مزيان، تسمع اش كنقولوا. يا ساتيا يرجوس. قلنا الاعتصامات ديالك والاحساس ديالك. صراحة هاد المفاجأة ديالكم انت ويانيس. يانيس يعني زوين البحر اللي خطط. كانت مفاجأة زوينة وكنتمنى هاد العام هذا الجديد يكون أحسن من العام اللي فات. اكيد غيكون حسن. خلا علي قال لك علي. قلت لك المتمنيات ويقول لك كاين شي متمنيات اكثر من انك تمشي لامريكا. انا صافي متمنيات درت فيها. ما بقى ما نتمنى، ما نتمنى عاوتاني. لا الواحد ما عمره ما يحبس من المتمنيات. ما خشى على يحبس عاوتاني. ما كاين لابد اي واحد كتلقاه وصل لشي بلاصه كتلقاه. ما عمر ما كتقول وصلتي. نتمنى عاوتاني. ما عمرك كتقول صافي وصافي. ما عمر ما يقول واحد صافي. يلا حنا مشى يانيس صحابي باقي هنا. انا غادي نفطر حيت شوف نص الصباح نص الصباح. وانا فقت وين ما قالت تجري ولا تنجري. شنو خاصنا؟ خاصنا فقتات نص الصباح ولا تنجري؟ لا عرفتي الاولى فعلا فعلا الامنيه ديالي جايه. ما نقولهاش خليها سخن. قال لك اقضوا حوائجكم بالكتمان. روح غير تمنى ماشي مشكل. غير تمنى شي حاجه مزيانه. لا كاين أمنية وكاين أهداف. أهداف يعني غير العمر وياك ويعني في هاواي. زوينة هذا غاتمناها مزيانة هذه بغيناها كاملين. دابا شي عمر في تما في الحر ديال هاواي. هاي 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 صافي بغيناها صافي ستينا. واجدين شهدتوا عليه. خلصوا الطيارة ومشيو نفس المسافة غاديك البغي ديال هاواي. 12 ساعة 12 ساعة. Happy birthday to you. Sing with me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sing louder. Happy birthday, Daddy. Thank you. One. Who's gonna? Two. 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 Three. Four. هادي جبت لك جبت كاروت حيت حرمت عليك باش تكيكات داكشي. جبتي هاد الخيزو زوينه كدا جبنا. هادي زوينه وكنتمناو ليك طول العمر الله يخليك لينا. حتى نتوما الله يخليكم ليا. والله يخليكم ليا. ما كنعرفش ليه. كنعرف بزاف الصواب. لا هو الصواب هما غير العينين راه كيقولوا كلشي. صافي لا نحتاج حنا الصواب. صافي انت كنتي
دابا كلشي اه اه العينين كيقولوا اه دابا سرينا الفطور انا راه فهمت واحد الحاجه دابا واحد الحاجه اللي بقات لينا هي نعطيوه الكادويات انا صراحه ملي كنطبع الكادوي انا كنطبع لا نقول عليكم من هنا حنايا حنايا الكادويات شي حاجه اللي زعما مزيه ماشي شي حاجه اللي غير انا طماع ولكن الكادو تحققش كيقولوا واحد الجمله حيت انت تحرق الحريه هي الحريه
صراحه ندير ديما الحريه كلشي في المجلس راهي مكتبه ديال الحريه ونكست كيف تحيت قهرتك وضرتو ليك لا مش مشكل شنو هما هاي 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 شي زوين هاد المره هاد المره شريت ليه اللي بالخيط حيت ملي كنكونوا عندنا ديال البلوتوث ديما تيخسروا وديما تيتوضروا لينا هادو ما عمرهم يتوضروا لي هادو ديال الخيط زوين اليوم هادو ديال الخيط ما عمرهم يتوضروا صافي لان عرفتي شحال واحد وضرنا تفتش شي شويه ولكن هاد القهوه هادي ديال خدا الكاس اللي شرا لي يانيس بالمناسبه الكاس اللي شرا لي يانيس جري انا وشجاعا ببريف بي بول يعني تكون جري وشجاع حتى يا بلا ما يقولوا لك بي راه جيت الانسان حياه حياه الحياه صراحه هي كل حياه واحد كيبغي واحد يكون دابا تكون شويه الشجاعه ما نسولوش شحال في عمرك ولكن هذا السؤال ما كيتطرح زعما انتي واش ندير شي شحال تعطيوه قول لنا ما تقولهاش انت قول لنا في التعاليق شحال تعطيوه انا غنقول لكم لا بلاش لا اسكت دابا هو السؤال قولوا لنا في التعاليق شحال تعطيوه في العمر كتبوا تحت ديالي نجي نقول لكم انا في الاخر نقول لكم شحال صحيح ولا خطا بالنسبه للدراري اللي بروموسيون ديال عارفه لا ما تدويش مع البوليس البوليس وسميتو ودري قراو معايا ما كتهضروش معاهم كريم كريم دري قراو معايا كلشي الدراري عارفين لي حتى ولا الحومه اللي كبروا معانا عارفين لي المهم خلو هذا بحال الحجايه واللي جاوب على الجواب الصحيح غير معنا ايفون الخدمه ديالو ما كيعطيوش السين ديالو معايا ايفون هضرنا على هاد علاش قلت لكم انا هاد هاد الكاس هذا جا في وقت مناسب شتي لان هذه ديال كل جريء وكل شجاع ماشي ساهل الواحد كيقول لك غير اجي وكون شجاع ولا خاصك تكون رادع من الزوله ديال لابوءة الا بغيتي تكون شجاع وجريء هذيك الجمله اللي كتقول ديما بلا ما تقولها لا لا ما عرفتهاش كاع ما عرفتهاش المهم تكون رادع من الزوله ديال لابوءة تكون والدك لابوءة ماشي الا بغيتي تكون شجاع هو صراحة الحياة كلها الحياة هي اللي كتعلمك الحياة الشجاعة والحياة الجرأة إلا ما كنتيش شجاع وما كنتيش جريء أنا غتبقى قاعد في بلاصتك ما غاتحركش بلاصتك كتغامر أنا خصك تكون مغامر حنا حاجة وحدة اللي ما كنقدروش نديروها كنقولوا لا خصنا هكا لا عندك ندم على لا ما تندمش إلا جاتك شي فرصة في أي حاجة جاتك شي فرصة فاش ما كان جو هات توكل على الله وزيد سير لقدام وما حدك أنت كتخسر وكتفشل كيكون عندك دروس وكيكون عندك الحياه ديالك كتكون فيها تجارب الا ما حيتي الا ما نجحتيش الا ما فشلتيش ما عندك ما يكونش عندك تجارب مثلا غادي يقول لك عاود داك ولا حاجه عاود لينا ما عندك ما يتعاود ما عندك ما تقول لي لانك ما عندك لا تجارب ما عمرك دوزتي شي حاجه ما عمرك غامرتي ما عمرك خاطرتي يعني انه يعني ما عندك ما عندك ما تعاود كيما يتعاود حتى تلقى لهم من هنا اللي هي من الحانوت لعند الله ما دوزت حاجه مول الحانوت لان مول الحانوت كيبقى في الحانوت ما يقدرش يدير شي حاجه مول الحانوت الا مشيت مع احترام المول الحوانت ماشي كلشي الا قلتي ليه شي حاجه ما يقدرش يديرها كيقول لك لا اخويا اش داني لهذا الشيء كيبقاو حاضرين لا بالعكس ما خصناش نقول اش داني غامر شويه وتعرف على ناس ملي كتعرف على ناس راه في المغرب انا باي بلاصه خدمت فيها كتعرف على ناس خدمت في السفاره في فرنسا تعرفت على الفرنسيين خدمت في السفاره الامريكيه تعرفت على امريكيين خدمت في السفاره ديال روسيا تعرفت على روسيين يعني انك فيما مشيتي خصك تعرف على ناس ملي كتعرف على ناس كتولي عندك واحد الباكاج كثار ما تكونش عندك واحد الدائره محدوده الدائره محدوده حيت الا عرفتي غير المغاربه عندهم نفس التفكير المغاربه عندهم نفس التفكير تقريبا ما عندهمش ماشي مختلف اما ملي كتنوع هذا مثلا هنا امريكا علاش كيقول لك مثلا هاجر عاد تعرف شحال من الحقيقه شحال من الحوايج دابا هنا ملي كتجي مثلا لامريكا كتعرف على ناس من كل جنسيات بعد الدول العربيه كامله من المغرب حتى السعوديه كتعرف عليهم كاملين العقليات اليمنيين كيفاش دايرين مثلا الفلسطينيين الاردنيين اللبنانيين السوريين المصريين كتعرف على كل شيء الدول العربيه وحتى الجنسيات الاخرين مثلا الجنسيات الاخرين المكسيكيين مثلا الغواتيماليين البرازيليين هادو التشيليين يعني امريكا جامعه كل شيء حتى الطاليانيين الفرنسيين كل شيء جامعه امريكا جامعهم كاملين يعني كتعرف كاع الجنسيات كتعرف كاع العقليات كتعرف كاع التفكير ديال اي واحد اما الا بقيتي مثلا في المغرب راه بطبيعه الحال غتعرف على ولاد بلادك ما غتعرفش على الجديد الا كنتي شي شويه تعطاتك فرصه بحال اللي كانت انا مثلا كنخدم في السفارات كتولي تعرف على ناس من جنسيات اخرى بحال اللي كنكون حنا مريحين في القهوه كنكون مثلا خدمنا
خدمنا مثلا بالليل ولا غدي كنروحوا في القوامه وكنبداو نهضروا بحال رجال الاعمال. كتقول لي انت فين كنتي البارح؟ كيقول انا كنت في الطاليان، كيقول انا كنت في الكراطه، وكتقول لي انت انا كنت في فرنسا. دابا اللي سمعنا يقول كان حساس على السفاره الطاليه الاخرى، حساس على السفاره ديال كندا الاخرى، حساس على السفاره ديال فرنسا. وكتقول لي انت باختصار قلت لك تعسى في السفاره، قلت لك كنت جوله طويله اه فرنسا، الاخر قال لك كنت في كندا. يعني بوليس كيقول هذا اشكال هاد الناس هادو واعرين بيت كل واحد في الدوله وصافحين كيتقهوا في المغرب كل واحد عنده طياره ديالو خاصه. انا ما تضحكيش بحال هكا، ما فهمتش علاش ولا عقلك ماشي معايا. لا هاد المرات ما كيوصلوش الله يزود الزربه. اي هاك شي بغيت نشوف. انا كنقول انا كنهضروا ما كنتش لا دابا انا كتهضر ولا كنفكر في هاد الجمله اخرى؟ كتفكر شي حاجه اخرى فاش كتفكري؟ دابا تنفكر انه دابا قربنا لخمس سنين نبص ديال غسلنا في امريكان وباقي الاحداث البوليس كيطيحوا لي في البال وباقي لا بلاتي 4 سنين كنت في امريكان و17 عام في البوليس واش شغلنا؟ ماشي 4 سنين 17 عام 4 سنين خاصك تمحي 17 عام ما يمكنش تمحى 17 عام ما يمكنش تمحى راه ماشي عام ولا شهرين ولا 3 شهور ولا عام ولا عامين 17 عام راه جيل راه ما يمكنش بحال دوك قلتي لهم كيخرجوا من تازمامارت غير ستة تازمامارت. تازمامارت تازمامارت راه ما عمرني نساها مسكين، عاد كيبقى يعاود عليها كيقول لك كنا هنايا كنا لان علاش انا عند التجربه. بقى لي شي شويه ندوز صحاب تازمامارت حتى بقى لي 3 سنين بينا واحد فقط بقى لي 3 سنين معاهم الفرق بينه وبينه 3 سنين هما دوزوا 20 عام 18 عام هما دوزوا. ايوا سيدي 17 عام طوانا الفيديو. لا الفيديو طولنا معاك الفيديو زوين بالعكس غتلقاي ما تبقشي فيه وتفورم سميتو تمونتي شعري راه كورليت كورليت ما عليناش. المهم كما قلت لكم انا الحياه تجارب كلها والحياه نجاح وفشل نجاح وفشل انسان كويسات كويس فريدوم انسان يعيش حر فريدوم يعيش حر ما تخليش راسك انت تنازل على المبادئ ديالك انت باش ترضي ناس اخرين لان الا بغيت ترضي ناس ما عمرك غترضيهم واخا تعيا ما دير ما غترضيهمش. يعني شوفي مثلا غير في فيسبوك مثلا رضي راسك اليوتيوب اولا ثم اولا كيبدا يقول لك واحد دير هكا يقول لك لا ودير هكا وانت شكون غتدي عليه؟ ما يمكنش تتبع كل شيء دير داكشي اللي كيقول لك راسك ديما كندير داكشي اللي كيقول لك اللي كيرضي نفسك هو الاول عاد شوف ناس اخرين هكا غتعيش بخير وغتعيش مع راساتك وعلى خير وعلى خير. وانت شحال بغيتي تسالي انا صافي بغيت نسالي المهم الحب راه صافي عيا لا كمل يلا ولكن دابا حيت كاينين شي وحدين عندكم كيقولوا لنا ما طولت الفيديو وانا ما تنبغيش راه غايقولوا لك علاش خليتيه يقطع علاش قطعتيه وخليه يكمل وكمل هو معلومات زوينين فين هما ماشي شغلي انا غايجمع عليك في التعارف لتحت غادي يقول لك علاش ما خليتيش يكمل دابا حيت ما عارفينش بلي انني انا اللي كندير المونتاج وخاصني لا نقص من هنا ونقص من هنا باش ما نخليكمش تملوا ماشي شغلنا بغينا نمشي ملوا ماشي شغلنا صافي خويا وقف دير لايف كاع انت راه نديروا لايف نقعد معاهم ماشي مشكل ما غنتقاداش انا نهضر اذا بديت تهضر ما غنتقاداش دابا حنايا هاد الوقيته خاصنا نعيطوا مال المغرب 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 نعيطوا للاهل والاحباب باش نبان كل يوم العيد لانهم ما عيطناش لهم في الصباح حنايا ضقنا وهما كانوا في الروينه كيقادوا الطبال وداك الشيء والفاف دابا نعيط لهم يكونوا سالا وكلاو باش نصلوا الرحيم معاهم في التليفون يلا المهم ما غاديش نطولك بما ان حبيتك ولا ما قلت والو شي كل ما طولتيش لا ما طولتش ترى ربع ساعه وتيدي نتمنوا هذا الفيديو هذا يعجبكم و حنا هذا الفيديو بسيط ما تبخلوش علينا باللايكات درنا عليكم باش تعرفوا انه تقدر تفرح الطرف الاخر باقل حاجه تقدر توري تعلم وليداتك يتهادى كي دابا كتسمع عيد الميلاد كتسحب واش عمر الله عيد الميلاد راه والو شي حاجه بسيطه اشياء بسيطه قد تفرح بها الطرف الاخر راجلك ولا انتيا ولا انت مرتك خوتك والديك راجلك خوتك عائلتك والديك دير لهم عيد ميلاد ديالهم وهذا الشيء كتعلموا لوليداتك ثقافه بسيطه يانيس اش قال لكم يانيس هذا الشيء غنديروه سر يعني كيوليو تعلموا انه كاينين اسرار كاين مفاجات كاين حاجات كتفرح الطرف الاخر بحال مثلا قال لك بغيت نشري ليه كاب ديال القهوه عارف انه كيبغي قهوه غادي يشري شي حاجه يعني كتولي كيوليو الوليدات عارفين والديهم اش كيبغي واش ما كيبغيوش شي فرحهم واش ما كاينش الثمن غالي يكون داك الشيء رخيص والانسان على كتكون القيمه ديال لوجيستيكي كونت لوجيستيكي القيمه ديال داك الشيء اللي درتيه راه ما عندوش ثمن نهائيا يعني انك كدير واحد لوجيستي الطرف الثاني كتفرحوا راه ما كاينش داك الفرحه ما عندهاش ثمن هذا هو اهم حاجه في البرتا ولا عيد ميلاد بلا ما بقيت تكلف على راسي واحد ونخليكم
السلام عليكم والى اللقاء.